الصلاة. في صلوات كتير فيها طلب، وصلوات فيها شكر، وصلوات فيها اعترافات بالخطية، لكن كلها تدور حول الذات. أما صلاة التسبيح فهي خاصة بالله وحده، يعني يبقى الإنسان بيوجه صلاته كلها نحو ربنا، وخصوصا إذا كان مع التسبيح التمجيد. فما هي صلاة التسبيح هذه اللي بيتكلم عليها الكتاب كتير ويقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا؟ سبحوا الرب يا جميع الأمم، سبحوا الرب أيها الفتيان، ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب، في ديار بيت إلهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب أو سبحوا الرب. إيه هي صلاة التسبيح دي؟ مثل صلاة الصرافيم في أشعية 6 لما قال قدوس 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 ربك السبعوت أو رب الجنود، السماء والأرض مملوءتان من مجدك. هنا لا الواحد فيهم بيطلب طلب ولا حاجة، إنما بيمجد ربنا ويسبح ربنا ويقول له أنت قدوس. وزيها زي الثلاثة التقديسات اللي بيقول فيه قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. تسبيح لله. ومثلها أيضا ما ورد في سفر الرؤيا إصحاح 15 بيقول إن الناس كانوا واخدين قيثارات وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الرب وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أسرت. ناس بيسبحوا ربنا ويقولوا له أنت قدوس وأنت وحدك قدوس وكل أحكامك عادلة. لغاية الوقت لم يطلبوا طلبا من الطلبات، إنما بيمجدوا ربنا. ومثلها أيضا قول داود النبي من يشبهك يا رب، من مثلك في جميع الآلهة. بيمجد ربنا ويقول له لا يوجد مثلك في جميع الآلهة. ومثلها أيضا جزء من الصلاة اللي بنقولها في آخر كل صلاة من صلوات الأجبية، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة مسجود وله مجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويعلم. عبارة عن تمجيد للرب والتسبيح ليه، ولا تعني أي طلبة خاصة في هذا كله. مثلها أيضا الصلاة التي صلاها سليمان الملك في تدشين الهيكل في ملوك الأول الصحف 8. يقول له: أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوب. وبيقول له أيضا: هو ذا السماوات والسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيته. نوع من تمجيد الله وتسبيحه. إذا أردت أن تدخل في صلاة التسبيح أو صلاة التمجيد، ممكن في صلاتك أن يكون لك تأمل في عظمة الله، تأمل في تواضع الله، تأمل في محبة الله، تأمل في قوة الله وقدرته، تأمل في صفات الله الجميلة كلها. لأن أنا بشوف إن غالبية الناس يقفوا أمام الله طالبين شيئا، ومش عيب إنه يطلب، لأن المسيح قال: اطلبوا تجدوا. لكن العيب هو إن كل صلواتنا تصبح مجرد طلب، مفيش عاطفة بيننا وبين ربنا نسبح فيها الله ونبارك اسمه ونتأمل في صفاته الجميلة، لأن ده نوع مهم. التأمل في عظمة ربنا إنك تقول له: أيها الرب العالي فوق كل علو، الذي السماء كرسيك والأرض موضع قدميك، الله غير المدرك غير المفحوص، الله القادر على كل شيء، الله كلي المعرفة، الله فاحص القلوب والكلى وقارئ الأفكار، الله عارف الخفيات والظاهرات، أنت يا رب موجود في كل مكان، أنت مالئ الكل. أيها الرب الأزلي الأبدي خالق الكل. وإحنا حتى في الصلوات بتاعتنا بنتذكر بعض الحاجات دي، وبننادي الله ونقول له: يا الله أيها الآب ضابط الكل، صفة من صفات ربنا. وهذا الأمر نتذكره في صلوات القداسات ونقول له: أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة والسلاطين والقوات والعروش، ويقف أمامك الشاروبيم والسرافيم، 6 أجنحة للواحد و6 أجنحة للآخر. كل ده مفهوش لا طلب ولا الذات بتاعت المصلي لها دخل، إنما نحن نمجد الله في صلواتنا ونقول له: ألوف ألوف وقوفا قدامك، وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة. نوع من الاعتراف بعظمة ربنا والتسبيح ربنا في عظمته، وبخاصة في القداس الغريغوري. التأمل في عظمة ربنا يخلي الإنسان يخشع أمام الله ويتواضع أمام الله ويحدث ربنا عن عظمته. كذلك ممكن في صلواتك وفي تسبيحك تتأمل في تواضع ربنا، تقول له: أنت يا رب الذي سمحت للتراب والرماد أن يتحدث إليك، أنت المتناهي في عظمتك بتسمح للتراب إنه يتكلم معاك، بل تسمح أيضا للتراب والرماد أن يعاتبك، كما قال لك إرميا: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل غادرين غدرا. وكما قال لك داود: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في الوقت الضيق؟ تواضع كبير منك يا رب انك انت تسمح للتراب والرماد انه يتحدث اليك وانه يتعاتب معاك. بل من تواضعك ايضا خلقت هذا التراب والرماد على صورتك ومثالك كشبهك ومنحته سلطانا. من تواضعك منحت الوجود لبعض الكائنات التي لم تكن موجودة من قبل. نشكرك يا رب على تواضعك الذي به تجسدت، أخليت ذاتك وأخذت شكل العبد وصرت في الهيئة كإنسان. كل ذلك لأنك جئت من أجل خلاصنا، وتواضعك أيضا ظهر في الصلب وفي الفداء وبسماحك لبعض الناس أن يعاملوك معاملة لا تليق بلاهوتك، لم تفنهم ولم تنزل نار من السماء تأخذهم، بذلت ظهرك للصياط وخديك أحملتهم لله. أنت يا رب متواضع، ولولا تواضعك ما كنا نستطيع أن نتحدث إليك. أنت يا رب إله محب، دائما تعطي باستمرار. أنت تعطي دون أن نطلب، وأنت تعطي فوق ما نطلب، وأنت تعطي بالسخاء، ونحن نتمتع بكرمك. أنت أيها المعتني بالكل، حتى البهائم تعطيها قوتها وتعطي طعاما لفراخ الغربان التي تدعوك. تشرق بشمسك على الأشرار والأبرار وتمطر على الصالحين والطالحين، وتشبع كل حي من رضاك. أنت يا رب منحتنا الحياة ومنحتنا الرعاية والحفظ أيها الراعي الصالح، أيها المخلص، أيها المنقذ، يا من بحثت عن الخروف الضال وفرحت بوجود الدرهم المفقود، يا من تفرح بعودة الخاطئ أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. نشكرك ونسبحك أيها الرب الغافر لخطايانا والماحي لذنوبنا. يا من قلت لا أعود أذكرها، يا من قلت إن خطاياكم تبيض أكثر من الثلج وكأنك نسيتها أيها العقل الكلي الذي لا ينسى شيء. ممكن أنك أنت تتأمل في صلاتك في قوة ربنا، تقول له نسبحك أيها الرب القوي، يا مصدر كل قوة، أنت الصانع العجائب وحدك، أنت الصانع المعجزات. أيها الجالس على الكروبيم، الماشي على أجنحة الرياح، يا من تقول تصنع خيرا وتطرد الشياطين وتشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. نحن لا ننسى أبدا إحساناتك إلينا، بل يصلي كل واحد فينا ويقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه قدوس، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل إحساناته. أنت الإله القوي الذي أنزلت من السماء المن والسلوى وفجرت من الصخرة ماء وأرسلت ملائكتك تنقذ وتصنع العجائب. أنت يا من وهبت نفس الموهبة لرسلك وقديسيك، وأعطيتنا نحن البشر من فيض محبتك ومن فيض قوتك، أعطيتنا الروح ليسكن فينا، وأعطيتنا مواهب الروح وما أكثر. مفروض أنك أنت تسبح الرب وتذكر إحساناته، تقول له نشكرك يا رب، يا من نجيت دانيال من ضب الأسود، يا من نجيت الفتية من أتون النار، يا من أخرجت يونان من بطن الحوت سليما. لا يمكن أن ننسى إحساناتك إلينا نحن البشر، تقول له يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا سيد السادات، يا من الكل كله الكون كله خاضع تحت سلطانك. أيها الرب القوي، يا من بيده الموت والحياة، يا مصدر الحياة ومانحها، يا مانح القيامة من الأموات، يا مصدر كل بركة، نسبحك يا رب، يا من لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة والسلطان من الآن إلى أبد الآبدين، يا صاحب الملكوت الأبدي، يا من ستأتي لتدين الأحياء والأموات، ستأتي وتجلس على كرسي مجدك. نسبحك أيها الرب الديان، يا من ستقف أمامك كل الشعوب والألسنة، وستفتح أمامهم الأسوار، يا من ستقول لكل إنسان أنا عارف أعمالك. نسبحك يا رب، يا من جهزت لنا أورشليم السمائية نسكن الله مع الناس. نسبحك أيها الأب السماوي الذي لم تعاملنا كعبيد بل كأبناء، وقلت لا أسميكم عبيدا بل أحباء، لم تصنع معنا حسب خطايانا ولم تجازنا حسب آثامنا. نحن يا رب نرفع صلواتنا إليك لتدخل طلباتنا إلى حضرتك، اقبلها إليك كعظيم رحمتك كأب حقيقي. نباركك أيها الأب الذي نقشتنا على كفك ووعدتنا بحفظك. نصلي إليك أب يا من قلت إن نسيت الأم رضيعها لا أنساكم. جربنا محبتك في الماضي وما زلنا نتمتع بمحبتك في الحاضر. نتمتع بقلبك الحنون، القلب المتسع للكل، المفتوح للكل. نسبحك أيها الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، الذي قال أنا أرعى غنمي وأربضها وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأرعاها بعدل. نحن يا رب غنم رعيتك، تعودنا أن ترعانا في مراع خضر وإلى ماء الراحة توردنا. تعودنا أنك لا تتركنا أبدا معوزين شيئا من أعمال تحملك. أيها الكريم في عطائك السخي، أيها الطبيب الشافي الذي قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، الذي قال ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة. نحن نقف بين يديك أيها الغفور ملتمسين الشفاء على يديك يا من قلت السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، أكثر من 99 لا يحتاجون إلى التوبة. نسبحك يا أيها الإله البار، أنت البار وحدك، القدوس وحدك، أنت الذي تريدنا أن نكون قديسين مثلك، وقد قلت كونوا قديسين لأني أنا قدوس. أنت يا رب تعرف ضعف طبيعتنا، والسماوات ليست طاهرة قدامك. هكذا ينبغي أن الإنسان يصلي إلى الله ذاكرا صفات الله الجميلة، يسبح الله في صفاته السامية العالية، ويذكر إحساناته في كل حين. ولا تكون صلواتنا في كل وقت مجرد طلب أنا عايز أنا عايز أنا عايز. لا، نقول له أنت يا رب الكبير وحدك، المعطي دون أن نطلب. يا ريت نتعود هذه الصلاة، صلاة التسبيح.